جنين ليطلعنا على هذه المستجدات. نذهب إلى الزميل علي سمودي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. يعني علي، هنالك ربما تضارب للأنباء حتى هذه اللحظة، ولم يتم التأكيد من قبل وزارة الصحة حول ارتقاء شهداء. حدثنا بداية ما الذي حدث في برقين وحول طبيعة حملة. نحن الآن في موقع العملية في برقين. نعم، يوجد هنا على الأرض. نعم علي، لا يعرفون لمن بالضبط، إذا ما كان صاحب المنزل أو صديقه الذي اعتقل معه، لكن يمكن القول حسب المعطيات ما يلي: عملية الاحتلال العسكرية بدأت فجر اليوم. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وقرية كفردام واليامون المجاورة لها من عدة محاور. يبدو أن هدف العملية كان هو منزل الشاب محمد الزرعيلي، وهو أسير محرر ولكنه ليس مصمود، وبالتالي يعيش حياة طبيعية مع زوجته وأسرته. الجيش وصل إلى منزله الذي يقع على رأس جبل من عدة مواقع، بدأت مشيا مجموعة من جنود المساء من منطقة اليمون باتجاه المنزل وهنا حاصروا، ثم دخلت دوريات الاحتلال العسكرية والفرق الخاصة ودهمت المنزل، فتشته واحتجزت أسرته، وعندما لم تجده سمعت زوجته الجنود يقولون أنه موجود في منطقة قريبة من المنزل، فهاجمه الجنود وتمكنوا من اعتقاله. كان هنالك صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة، وبالتالي شاهدت هي الجنود وهم يجرون أحد الشابين وهو ينزف، لكنها بسبب العتمة والليل لم تتمكن من معرفة من هو الجريح. الآن يوجد هنالك آثار دماء، الجنود أزالوا الدماء لكن ما زالت هنالك بعض اثار الدماء على الارض، قد تكون لاحد الجنود، قد تكون لاحد الشبان، ليس لدينا اي معلومات، لكن بكل الاحوال تم اعتقال صاحب المنزل الزرعيني مع صديقه، ومصيرهما ما زال مجهولا. لكن في المقابل برقين كانت مسرحا لمواجهات عنيفه، خاصه اشتباكات مسلحه غير مسبوقه استمرت لفترات طويله حتى انسحب الاحتلال مخلفا 3 اصابات في برقين، اعتقال شابين إضافة إلى إصابة شاب رابع في كفردان واعتقال شاب في كفردان واختطاف الوحدات الخاصة شاب في بلدة قباطي، وقبل ذلك تنفذ اختطاف شابين في مدينة جنين. الآن جيش الاحتلال ينشر عن بيان استشهاد شابين في جنين وشابين بشمال القدس. أنا في موقع الحدث يعني حتى اللحظة كما قلت لك لا يوجد أي شهداء، وبالاتصال مع كافة المستشفيات هنالك 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى بكتيئة وآخر في مستشفى الخصومي. نعم، ونحن نتابع كل التفاصيل أولا بأول. يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد بخصوص ارتقاء أي شهداء، لكن علي أيضا هل لا يزال التواجد والانتشار لقوات الاحتلال في مناطق التي ذكرتها حتى هذه اللحظة؟ انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين، لا يوجد الآن أي انتشار لقوات الاحتلال في مدينة جنين. نعم، إجمالا نتمنى السلامة، كل السلامة لأهلنا في محافظة جنين وفي مختلف الأماكن، وأيضا السلامة، كل السلامة لكل الجرحى. إذا كما أفاد الزميل علي السمودي، حتى هذه اللحظة لم يتم التأكيد بخصوص ارتقاء شهداء، وفي حين أن المصادر الإعلام الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن قيامها بتصفية كما بالتأكيد بصيغتها الإخبارية 4 شبان فلسطينيين، لكن الاستشهاد لم يتم تأكيده من الجانب الفلسطيني. ونتمنى السلامة للمصابين الذين تم نقلهم إلى مشفى ابن سينا وفي نقاط مختلفة. إجمالا أشكرك جزيل الشكر علي السمودي، صحفي من محافظة جنين، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وضمن أيضا رسائلكم وضمن استطلاعنا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالاقتحامات المختلفة التي قامت بها قوات الاحتلال في مختلف المحافظات.